أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم رجل أعمال مميز السيد إبراهيم إمام جاد، جنرال مانجر لترستك المقاولات البناء. أستاذ إبراهيم نورتنا ونورت برنامج رواد الأعمال. تشرفنا بكم. احنا بتشرفنا الشرف لنا طبعا. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن الأستاذ إبراهيم وعن بداياتك في مجال المقاولات. اولا انا اسمي ابراهيم امام جاد، مهندس مدني من جمهوريه مصر العربيه، خريج هندسه شبرا 2006. اشتغلنا في مجال المقاولات في مصر من 2007 2008. الحمد لله بدانا لنا شغل كتير في مصر. جه وقت من الاوقات لنا حابين ان احنا نخرج بره مصر، نخوض تجربه ثانيه، نخوض معركه نجاح ثانيه. بصينا للدول المحيطة جنبنا عشان نشوف جو منافس وتربة خصبة للاستثمار أولا، فلقينا ما لقيناش أفضل من الإمارات وخصوصا دبي. من المميزات اللي موجودة فيها الخاصة بسهولة تأسيس الشركة، الضرائب، الوقت بتاع تأسيس الشركة، سوق الموقع المميز للإمارات ما بين الغرب والشرق ورابط ما بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، المناخ، البنية التحتية اللي موجودة، الانترنت المساعد، الطرق، حاجات كتير، المطار دبي، سهولة السفر والخروج، أكيد سهولة تأسيس الشركة هنا والإقامات ليا كمستثمر أو الشريك أو العمالة، استخدام المهندسين معايا المساعدين لنا في الشركة، ومناخ المنافسة الجيد هنا. أكيد طبعا الإمارات قدمت بنية تحتية مزبوط. وأرض فعلا خصبة لجميع المستثمرين اللي حابين يبدأوا استثمار في هذه الدولة الطيبة. حابين أيضا نتعرف عن الخدمات اللي بتقدموها في ترستك لمقاولات البناء. والله ترستك بيلدينج كونتراكتينج أما جينا كانت الشركة دي تم تأسيسها 1982. ما شاء الله، يعني وقت طويل وخبرة طويلة في المجال. فاحنا لما جينا درسنا السوق كويس، مجال المقاولات مجال جميل جدا، لكن في منافسة جديدة جدا 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 طبعا. فاحنا قررنا ما نبداش من الصفر باعتبارنا ان احنا بدانا في مصر من الصفر. فاخدنا حوالي 15 سنة في مجال العمل، فمش لازم نبدا السلم من اوله. اكيد. فجينا لشركة سمعتها كويسة وشغالة هنا اللي هي تراستك بيلدينج مينتيننس، كانت تراستك للصيانة العامة. فقررنا اشتريناها ودخلنا فيها خلاص، كملنا صيانة بالاستاف اللي كان موجود على سمعتها وعلى سابقة اعمالها اللي موجودة في البلدية والجهاز الجهات الحكومية هنا. استعلمنا على كل شيء، لقينا كل الامور تمام، اشتريناها وغيرنا ورق بسرعه ما تتصورهاش. نتيجه البلديه هنا والهيئه الاقتصاديه كل الورق تقريبا خلص في يومين. ما شاء الله، سرعه وسهوله في المعاملات. دي من اهم المميزات اللي بتميز دبي عن اي مكان في العالم. اكيد. واللي هو عامل جذاب لان مشكله الورق وتغيير الورق والتراخيص وده باين معانا دلوقتي في التراخيص والمعاملات في بلديه دبي، ان هو بيساعدك وانت بتطلع الرخصة او شهادة انجاز او شهادة مبنى، مش مشرف عليك، ده مساعد بالفعل، بيساعدك باي وسيلة ان عملك ينجز في اسرع وقت بالفعل. وده كان عامل مهم. بعد كده طورنا اللهم لك الحمد، خليناها من تراستك بيلدينج مينتيننس، زودنا الكونتراكتنج المقاولات وخدنا الرخصة نفس الكلام للمقاولات، وبتدرجنا من جي بلس 1 لجي بلس 4 ومشيت الامور الحمد لله. في منافسة في صعوبة. أكيد. في صعوبة لان ده الطبيعي اللي احنا جايين عليه. طبعا بما انه احنا ذكرنا المنافسة وذكرنا كمية الشركات اللي فاتحة وكمية رجال الاعمال اللي مستثمرين في الدولة خصيصا في مجال المقاولات، حابين ايضا نتعرف عن المميز عندك عن باقي المنافسين في هذا المجال بالتحديد. اولا اللهم لك الحمد، احنا لما جينا خدنا الشركة كانت الشركة سمعتها كويسة باعتبارها بقالها 40 سنة، وما فيش شركة هتقعد 40 سنة في دبي باجراءات دبي ومنافسه دبي الا ما يكون كل حاجه كانت ماشيه مظبوط. اكيد. لان هنا الاونلاين ما فيش حاجه غلطه بتعدي. صحيح. فما جينا مشينا من كرم ربنا ان مشينا على سمعه الشركه. الشركه كان لها حوالي 280 مشروع قبل كده، فاحنا استغلينا سابقه الاعمال ده وبدانا نبني علاقات جديده مع الاستشاريين. طبيعي كان في منافسه ولكن احنا عارفين الكلام ده. اكيد. نبنيها مش بالخبره، هنبداها بقى بالمصداقيه، نبنيها بالجوده بتاعت العمل. وهنا برضو في ميزه ان هو لازم الجوده بالظبط. اشتراطات لازم، مش هتقدر تعدي الاشتراطات لا الاستشاري ولا للدوله ولا للبلديه. فاللهم لك الحمد
مشيت الامور. بدانا علاقاتنا مع مجموعه من الاستشاريين كتير جداد، احنا بدانا نعمل العلاقات معهم، بداوا يجوا يشوفونا، بداوا يجربونا في مشاريع، بدات مشاريعنا كويسه، بدات علاقاتنا مع الملاك، مالك يكلم مالك وتمشيت الامور. الحمد لله، طبعا اتمنى لكم دائما التميز والنجاح والتوفيق. فعلا عامل المصداقيه وعامل ايضا الخبره في مجال المقاولات بيلعب دور كبير في انه فعلا الشركه تستمر على مدى طويل من السنين. أكيد. طبعا حابين ايضا ناخذ منك نصيحه للمستثمرين اللي حابين يدخلوا في مجال الاستثمار في دولة الإمارات. والله بالنسبة نحكي جيل الشباب المستثمر، هو يعني عشان ما كنتش مبالغ، في فرق بين الصعوبة والتحدي. أي تجربة جديدة فيها نوع من الصعوبة والتحدي، طبيعي طبعا، لكن في فرق بين الصعوبة وفي مقومات بتساعد في الكلام ده. إذا كنت بتدور على أفضل مكان للاستثمار في العالم، هو مش هيكون أبعد من دبي. أكيد الإمارات طبعاً. عموما ودبي خصوصا في منافسة، في منافسة، بس مش هتلاقي بنية تحتية زي هنا. أكيد. مش هتلاقي سهولة التنقل زي هنا. مش هتلاقي دولة في العالم ما بتدي الموظف ما بيتحسبش عليه ضرائب زي هنا. الشركات ما فيش ضرائب، الموظف ما فيش ضرائب. يعني مش هتلاقي ميناء زي مثلا جبل علي فيها حوالي 360 شركة عالمية بتتحرك. صحيح. مش هتلاقي مطار فيه عدد شركات طيران في العالم وشركات شحن زي دبي. مش هتلاقي سهولة في الانترنت وسهولة في الرسوم واونلاين في كل حاجة والانترنت زي هنا. بالفعل. مش هتلاقي مساعدة مع الجهات الحكومية زي هنا. صحيح بالفعل، تسهيلات من جميع النواحي، من الجوانب الحكومية. وبالنسبة برضو في حتة مهمة خاصة برأس المال، هنا مفيش حد أدنى لرأس المال. تقدر تعمل شركتك على حسب قدراتك، مش على حسب يعني مفيش حد أدنى. اشتراطات. مفيش اشتراطات في تحويل رأس الربح. في الصعوبة اللي انت ترجع ربحك لدولتك عشان تصرف او تعمل مشروع هناك. ما فيش عايز تنهي مشروع ما عندكش عائق اللي انت ترجع فلوسك كلها. فدي كلها عوامل احتمال ما تتوفرش الا هنا. صحيح بالفعل. طبعا هذه دبي دائما تطمح ان تكون رقم واحد. أكيد. في العالم، وهي فعليا من اوائل الدول في العالم في مجال الاستثمار وفي مجال ايضا رجال الاعمال. حابين ايضا نتعرف عن الهدف اللي راسمينه في السنوات القادمة لترستك للمقاولات البناء. الطبيعي لأي شركة مقاولات اللي احنا عندنا هدفين. الهدف لما جينا غيرنا من نشاط الشركة مينتنانس الكونتراكتنج، اللي احنا بنطلع من جي بلس 1 لجي بلس 4 لجي بلس لغاية ما نوصل لأنليميتد. لا ان شاء الله طبعا يا رب. الله. ده بالنسبة لنا كالترخيص والكلام ده. اما بالنسبة لنا كهدف وخبرة وامل، ان احنا نبقى من كبرى الشركات هنا بأمر الله. وده بدأ في شغلنا وبعض المصداقية اللي بقينا ناخدها من المكاتب الاستشارية المشاريع. دخلنا في طبعا حضرتك تسمع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان. أكيد طبعا. تعاملنا معها اللهم لك الحمد. المشروع الجديد الخاص بالفيلا اللي تم طرحه في 2022 دخلنا فيه. لنا مصداقية مع بعض الملاك من سابقة الأعمال بتاعتنا، كله بيكلموا بعض، فبقت الأمور تمشي. هدفنا بأمر الله نوصل لأبعد مرحلة وننطلق من دبي للدول العربية. طبعا نتمنى لكم دائم النجاح والتوفيق، وان شاء الله بتوصلوا للهدف، وانتم فعليا قادرين على الوصول للهدف بما بحكم الخبره طبعا والمصداقيه اللي موجوده عندكم في سوق دبي. حابين ايضا نتكلم، بما انه تكلمنا عن دبي وعن الامارات، عن الامن والامان في هذه الدوله الطيبه، النعمه التي يحسد عليها جميع من يقطن هذه الارض فعليا. طبعا ده ما فيش فيها كلام. من اول ده نصيحه للعالم كله، الامن والامان هنا مبدئيا هو الامن. يعني انا اللي عايز اتكلم، انت ممكن تمشي في دبي كلها ما تقابلش راجل شرطه، لكن الامن جواك اللي انت في امان. بالفعل. ما عندكش مشكله في اي حاجه في بيتك وعلى اسرتك وعلى زوجتك واولادك، انت في امان سواء بره المنزل او جوه المنزل. دخلت في مكان تجاري، دخلت في مكان سكن، انت وفي ملاحظه هامه جدا جدا لاحظتها في دبي، ان الكل بيخضع لقانون واحد. صحيح. والكل بيحترم، ما تلاقيش حد. هو الناس اوتوماتيك اتعلمت ممنوع يرمي ورقه في الارض كان ده بلده، هو لو في بلده ممكن ما يعملش زي ما بيعمل هنا. صحيح بالفعل. فهو كله نتيجه للعدل. اصبح ما دام السقف بتاعنا العدل، احنا كلنا ما فيش فرق ما بين مواطن ومقيم ومصري وهندي، فهو كله هيمشي على نفس المنص. اكيد طبعا. فنتيجه لده بقى في امن وفي امان. اكيد طبعا. دبي علمتنا اصلا احترام فعليا قوانين هذه الدوله
مثل ما حضرتك تفضلت، لأنه كلنا تحت سقف واحد وهو العدل. طبعا هذا كله بسبب شيوخ وحكام دولة الإمارات. أيضا بنحب نوجه لهم رسالة شكر وتحية خاصة من القلب لجميع شيوخ وحكام دولة الإمارات من برنامج رواد الأعمال. حابين أيضا نأخذ منكم رسالة شكر من ترستك للمقاولات. شكر بداية من الله يرحمه ومحبوب كل العرب الشيخ زايد، والله يرحمه حديثا الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن زايد اللي احنا كلنا بنحبه، جميع العرب بيحبوه طبعا، وطبعا الشيخ محمد بن راشد اللي عمل من دبي مدينة بتنافس كل مدن العالم، بيجي لها من العالم يعني اخر احصائية كان جاي حوالي 18 مليون ما شاء الله، يعني رقم ضخم جدا، نتيجة امن وامان اكيد. زائد الافكار الفريدة اللي بيقوم بيها واللي بيقوموا بها اللي تحت قيادته، وده اللي بيخلي اصلا المستثمر لما بيفكر في دبي ال 15 مليون دول لما بيجوا بخلاف الامن اللي بيحسوا بيه والحريه اللي بيحسوا بيها، المستثمر والتاجر وصاحب الماركت وده كله بيستفاد من اللي جاي ده طبعا، ودول جايين سياحه غير الوافد واللي جاي سياحه علاجيه واللي جاي يتعال واللي جاي يدرس. فاصبحت مدينه دبي نتيجه السياسات الرشيده دي من المدن رقم 1 2 3 في العالم، بيجي لها دلوقتي ما بقتش دولة عربية، بيجي لها الأمريكان والبريطانيين من العالم كله بيجي يستثمر هنا أكيد. تخش أي مكان تجاري أي مكان صناعي تلاقي جنسيات مختلفة ما بين عربية وأسيوية وأوروبية وأمريكية، فده نتيجة سياسات رشيدة حكيمة وعلى مر السنين مش ناتجة من سنة أو اثنين وثلاثة طبعا أكيد. هذا طبعا نحب أيضا نوجه رسالة شكر مرة أخرى لجميع شيوخ وحكام دولة الإمارات على هاي الرؤية السديدة اللي زرعوها في المقيم والمواطن على حد سواء. حابين نتشكرك على ظهورك اليوم معنا في حلقتنا لهذا اليوم، وحابين أيضا نأخذ منكم كيفية الوصول والتواصل لترستك للمقاولات. والله إحنا عندنا التواصل، عندنا للموقع، لنا فرع تاني في البيزنس بي، لنا ويب سايت موجود، لأرقام التليفونات بتاعته موجودة، لنا صفحة على الفيسبوك، لنا صفحة على الانستجرام. طبعا جميع أرقام التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي أيضا سوف تظهر أسفل الشاشة. بنشكرك مرة أخرى على استقبالك الجميل وابتسامتك الجميلة اليوم معنا، نورتنا ونورت برنامج رواد الأعمال. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز لهذا اليوم. تابعونا كل جمعتين وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.